السلام عليكم. محاضرتنا اليوم هي في موضوع النيوروأناتومي، تتناول موضوعين مهمين هما البيزل جانجليا والإنترنال كابسول. طبعا نعرف انه احنا داخل of the cerebral hemisphere يتمثل بالاساس من white matter، من مادة بيضاء اللي هي تمثل لي الفايبرز او التراكتس اللي موجودة عندي. ومن اهم جزء بالوايت ماتر اللي هو within او inside the cerebral hemisphere نسميه بالinternal capsule، اللي يمثل عندي descending وascending fibers، وناخذها ان شاء الله بعد موضوع البيزل جانجليا. الشيء الاخر اللي احنا نشوفه inside the cerebral hemisphere بالاضافة للوايت ماتر هي وجود مجاميع من الجري ماتر inside this white matter. There are large masses of gray matter inside the cerebrum, and these include the thalamus and the basal ganglia. عادة هاي الجري ماتر اللي هي نشوفها الكتل التجمعية من المادة السنجابية اللي نلاحظها موجودة within the cerebral hemisphere، هي عادة هي الثالامس والبيزل جانجليا. الثالامس احنا درسناه في المحاضرة السابقة و درسنا ضمن الداينكيفالون. اليوم حنشوف الجري ماتر او الماسز اوف جري ماتر الاخرى عدا الثالامس اللي موجوده within the cerebral hemisphere اللي طلقنا عليها بالبيزل جانجليا. بيزل جانجليا include the following nuclei. First the corpus striatum اللي بالحقيقه نسميه بالجسم المخطط، هذا هو الكوربوس striatum اللي هو الجسم المخطط. و second عندنا الأميجدلويد اللي هو الأميجدلويد بادي أو الأميجدلا، و the كلوستروم، هذا الكلوستروم أيضا هو gray matter found inside the white matter. هاي ال three major nuclei تمثل البيزل جانجليا. و بالحقيقة أيضا النو سبستانشيا نايجرا and the subthalamic، هاي هي الحقيقة السبستانشيا نايجرا وهاي هي السبثالاميك نيوكليوس are physiologically are related to basal ganglia but anatomically they are not part from the basal ganglia group. احنا عادة السبستانشيا نايجرا اللي شفناها اللي موجودة بالميدبرين والسبثالاميك نيوكليوس اللي قلنا هي موجودة within the diencephalon region هي ليست تعتبر بيزل جانجليا، لكن فيزيولوجيكلي نتيجة وجود ارتباطها بالنيورونال سيركت اللي قلنا هسه حنشوفها ان شاء الله مال بيزل جانجليا، نعتبرها فيزيولوجيكلي او فانكشنالي بارت اوف ذا بيزل جانجليا. ذا موست امبورتنت بيزل جانجليا جروب هي الكوربوس ستريتم اللي حناخذه بنوع من التفصيل. The corpus striatum أو الجسم المخطط is made up of the following nuclei. First, the caudate nucleus. طبعا ال caudate nucleus هي تمتلك مثل ما نشوف head، okay، و ثم body اللي هو يكون comma in shape and tail. فإذا ال caudate nucleus هي comma in shape، حتكون in front and above and behind the thalamus. يعني سنشوف هذا هو الثالامس، هذا هو الثالامس، يعني هذا هو الثالامس اللي موجود عندي. نشوف انه الكوديت نيوكليوس تمتلك هيد ثم حتفوت above، تكون بالبدايه first in front of the thalamus، بعدين above the thalamus، بعدين behind the thalamus، ويصير عندي هنا tail of the caudate. ولذلك من نسوي cross section حنشوف الهيد وحنشوف التيل. يعني هسه هنا نشوف الهيد of the caudate nucleus ونشوف التيل اوف ذا كوديت نيوكليوس، ما اشوف البادي لانه البادي حيكون اباف ذا ثالامس. هذا هو شكل الكوديت نيوكليوس، وبهالمكان هذا هو يكون عندي الثالامس، فتكون الكوديت نيوكليوس حيكون عندي بها هيد بادي وتيل، وتكون ان فرونت اباف اند بيهايند ذا ثالامس. السكند بارت اوف ذا corpus callosum of the corpus striatum هو عندي اللنتيفورم نيوكليوس. اللنتيفورم نيوكليوس اللي هي ها هي تمثل لي هي لينس لايك، يعني تشبه العدسة،
وبالحقيقة هي عبارة عن parts or portions موجودة. عندنا the inner portion is or inner part is called the globus pallidus. هذا اسمه globus pallidus. والglobus pallidus هذا بدنا نشوفه بعبارة عن جزئين. عبارة عن جزئين داخلي وخارجي. inner part و external part اسمه globus pallidus. This globus pallidus is separated into two parts by هذا الجزء اللي قلنا هو الانر وهذا الجزء هو الاوتر بارت او الاكسترنال بارت اوف ذا جلوبس باليدس سيبريتد باي ذا ميديال مادلا هي لامنا ميديال ها هي ميديال مادلا هي لامنا اللي هي وايت ماتر. الجلوبس باليدس لو تلاحظون هذا هو الجلوبس باليدس اللي موجود عندنا it is pale in color يكون لونه فاتح وكلمة باليدس معناها وايت اوكي فاذا هو بيل اكثر يعني مو بمعنى وايت لكن هو بيل paler than the other part of the lentiform nucleus اللي هو اسمها البيوتامين. البيوتامين اللي تكون الاوتر بارت اوف ذا lentiform nucleus نلاحظها تكون دارك واضح وكلمة بيوتامين معناها قشرة واضح معناها قشرة وبالتالي يكون عندي البيوتامين darker than the globus pallidus اللي هو الانر بارت. ايضا عندي بين between the globus pallidus اللي هي هذا قلنا هي عبارة عن two parts between the globus pallidus and the putamen is a line of white matter is a line of white matter. هذا line of white matter between the globus pallidus and the putamen او between the external part of the globus pallidus and the putamen is called هذا ال white matter شنسميه lateral medulla lamina. اذا صار عندي هنا صار عندي انه الكوربس ستريتا مؤلف من الكوديت نيوكليس ثم وايت ماتر اللي موجود هنا عندي وثم عندي الجلوبس باليدس الميديال medulla lamina ثم الجلوبس باليدس الاكسترنال بارت ثم اللاترال medulla lamina ثم البيوتامين. هذا الجزء صار مخطط وكانما اكو انتر بوزيشنز يعني عندي gray, white, gray, white وهكذا. فإذا there is a white matter bundle between the two parts of the globus pallidus called the medial medulla lamina while the lateral medulla lamina is situated between the globus pallidus and the putamen. Thus the corpus striatum is acquired its name اللي هو the striatum يعني المخطط from the interpositions of the gray masses or gray matter with the white bands or white matter. هذا اللحظة هذا طبعا هو مثل ما قلنا هو الكوديت نيوكليس وهذا هو البيوتامين اللي موجود عندنا اللي هو part of the globus pallidus. هذا نرجع نشوف هذا هو عندي الجلوبس pallidus وهذا هو البيوتامين وهذا هو الكلوسترام وهذه هي الانسولة اللي اخذناها في المحاضرة الاولى وهذا هو الثنمس اللي موجود عندي وهذا هو الهيد اوف ذا كوديت نيوكليس وهذا هو التيل اوف ذا كوديت نيوكليس اللي موجود عندي هنا هذا هو التيل اوف ذا كوديت نيوكليس. هذا ايضا الاحظ وجود هنا الامجدلة اللي هي نفسها هنا الامجدلة اللي موجوده بالتيل اوف ذا كوديت نيوكليس ها هي الامجدلة وهذا بدنا نشوفه هو الهيد اوف ذا كوديت نيوكليس وهذا هو الثلمس هذا هو مثل ما قلنا الانترنال كبسول هسه ان شاء الله حناخذه في في هذه المحاضره. ها هي جلوبس باليدس بجزئيها الانر والاكسترنال وهذا هو البيوتامين هاي اللاين هذا هو اسميه بالميديال مادلا لامنا ثم هذا الاكسترنال مادلا لامنا هذا الكلوسترام طبعا عندنا الاكسترنال كبسول external capsule هو situated between the putamen and the colostrum يعني هذا الخط الأبيض اللي دنشوفه white matter اللي موجود ما بين البيوتامين وما بين الكلوسترام اسمه external capsule while the extreme capsule هو the white line or white matter that found between the colostrum and the insula. إذا الكلوسترام محصور ما بين الاكسترنال capsule اللي فصل عن البيوتامين وما بين الاكستريم كبسول اللي فصل عن الانسولا واضح؟ اذا عندنا الاكسترنال كبسول is the
part or is the white matter or is the band of white matter or band of attracts situated between the putamen and the colostrum, while the extreme capsule is situated between the colostrum and insula. مثل ما نلاحظه هنا هذا هو الاكسترنال كبسول وهذا هو الاكستريم كبسول اللي موجود. ايضا هذا الدايجرام يشوفنا الكوديت نيوكليس اللي هي هنا هذا ايضا تكون بيوتامين موجود وهنا ايضا في المكان نشوف الثلمس هذا هو في المكان الثلمس هذا هو الثلمس الجزء الظاهر منه ونلاحظ شلون انه الكوديت نيوكليس هي كوما ان شيب فتكون in front, above, and behind the thalamus. كذلك نشوف هنا بهذا الدايجرام هذا هو عندي ال head of caudate nucleus هذا عندي tail of caudate nucleus ها هي الثلمس هذا هو الانترنال كبسول اللي حنتعرف عليه ان شاء الله في هذه المحاضرة ثم عندي الجلوبوس باليدس قلنا ال inner والاكسترنال بارت مال الجلوبوس باليدس قلنا بيناتهم هو الميديال مدلة هيلامينة ومن ثم عندي lateral medulla hilamina يفصل الجلوبوس باليدس اللي هي pale مثل ما نشوفها هنا عن البيوتامين اللي تكون هي dark وهي نسميها lentiform nucleus. lentiform nucleus مع الكوديتي nucleus الشكل the corpus striatum. هذا هو الكلوستروم اللي قلنا عليه وهذا هو الجزء اللي نسميه بالاكسترنال كبسول اللي قلنا يكون between the colostrum and the putamen. اما هذا الجزء اللي يكون ما بين الكلوستروم والانسولا مثل ما نشوفه هنا أنا هذا الجزء نسميه بالاكستريم كبسول اللي هو وايت ماتر طبعا حاله حال الاكسترنال كبسول. احنا عندنا طبعا البيزل جانجليا لها كونكشنز بالحقيقه وقلنا انه تعتبر البيزل جانجليا از موتور كنترول. يعني الحقيقة البيزل جانجليا is an important center of the motor control. The neuronal circuit of the basal ganglia يعني اللي خلينا نقول يعني شنو الافرنت والافرنت اللي بيها او الكونكشنز اوف ذا بيزل جانجليا. نلاحظ انه السيربرال كورتكس sends fibers to caudate and putamen. هاي هي الكوديت اند putamen. السيربرال كورتكس يرسل input إلها. So the gate of entry to the corpus striatum is through the caudate and the putamen. بوابة الدخول إلى الكوربس striatum هو الكوديت and the putamen لأنه مدخل يدخل الانبوت من الكورتكس عن طريق الكوديت والبيوتامين. The caudate and the putamen will send the information to the globus pallidus, which is considered as the gate of exit from the corpus striatum. في حين الجلوبوس باليدس تعتبر هي بوابة الخروج من الكوربس striatum من الجسم المخطط. The fibers from the globus pallidus will pass to the thalamus. Will pass to the thalamus through two ways. حتفوت الفايبرز من الجلوبوس باليدس إلى الثلمس through two ways. هذا هو الثلمس هاي عندي منطقة الثلمس اللي دا أشوفه هنا النيوكليا عندي هنا بين تو نيوكليا أو دي ثلمس بس يعني هنا أنا بهذا المخطط فهذا هو عندي الجلوبوس باليدس هذا البيوتامين مثل ما ذكرتوا هذا بيوتامين هذا الكلوسترام هذا عندي هنا الانسولا وهذا سميناه بالإكسترنال كبسول هذا الإكستريم كبسول هذا البيوتامين وهذا الجلوبوس باليدس اللي هو بي إنر بارت وبي اكسترنال بارت مثل ما نشوفه هنا اكسترنال او انترنال او انر. الجلوبوس باليدس كونكت تو ذا ثلمس ثرو تو ويز. اول وحده نسميها باللنتيكولار فاسيكولس ال اف. لنتيكولار فاسيكولس ال اف هاي نشوفه هنا فايبرز تروح الى الثلمس. ذا سكند باث واي اور سكند تراكت از كولد ذا انسا لنتيكولاريس. انسا لنتيكولاريس اللي ايضا تروح من اللنتيفورم من الجلوبوس باليدس الى النيوكلياي اوف ذا ثلمس مثل بدنا نشوف هنا بالرسم. فذن ذا فايبرز من الثلمس ويل جو باك تو ذا سيربرال كورتكس. الفايبرز اللي دخلت الى الثلمس حترجع تروح الى الكورتكس. هذا السيركت هاي الدائره اللي موجوده هنا بالاسهم الصفراء هي تربط تسوي كونكشنز ما بين السيربرال كورتكس
والثلمس ثم ترجع الانبوت الى السيريبرال كورتكس. هاي جدا مهمه في الموتور كنترول، في تنظيم الحركه وجعلها حركه ما بها اي اشكالات او مظاهر غير طبيعيه. There are reciprocal connections between the basal ganglia اللي هي احنا عندنا اهم شيء قلنا lentiform nucleus، واللي هو احنا هنا عندنا اللي هو الكوربس تريتم لانه موجود ويا الكوديت. قلنا lentiform هي البيوتامين والجلوبس باليدس، من يدخل الكوديت نسميها بالكوربس تريتم وهي كلها basal ganglia. عندنا reciprocal connection، وقلنا شنو معنى reciprocal connection؟ يعني عندي خط ذهاب وخط اياب. الreciprocal connections ما بين اولا الجلوبس باليدس اللي هي دا نشوفها هنا and the subthalamic nucleus، ولذلك قلنا subthalamic nucleus هي part نعتبرها physiologically of the basal ganglia. هذا مثل ما دا نشوفها هنا، هاي هي subthalamic، هاي هي السبثلاميك، انه شلون هاي هي السبثلاميك نيوكليس. نلاحظ انه اكو عندي تراكت خلينا نقول يدخل وعندي تراكت يخرج، فعندي ريسبروكال كونكشن، واحد خارج واحد داخل، يعني من السبثلامس من سبثلاميك نيوكليس الى الجلوبوس باليدس، والاخر من الجلوبوس باليدس يروح الى السبثلاميك نيوكليس. وبالتالي عندي إذن reciprocal connection ما بين السبثلامس أو سبثلاميك نيوكليس والجلوبوس باليدس اللي هو هذا يمثل لي. The second reciprocal connection is between the caudate and the putamen with the substantia nigra. يكون ما بين البيوتامين والcaudate and the substantia nigra، وهذا أخذناه في المحاضرات السابقة. هذا السيركت هو بالحقيقة اللي قلنا عليه كله بهذا اللي نشوفه، هو is important for motor control but there is no connection to the spinal cord. نلاحظ هذا الشيء، اذا هو مهم جدا في موضوع السيريبرال كورتكس، وقلنا no connection with the spinal cord. اذا النيورونال سيركت مال بيزل جانجليا ما بيها has no connection to the spinal cord. This control is done through the effect of the basal ganglia on the motor or on the cerebral cortex، من خلال انه التاثير يعني اللي يكون بهذا السيركت هو تاثير البيزل جانجليا على الكورتكس. So the function of the basal ganglia is the motor control. Damage to basal ganglia or any part of the basal ganglia if damaged will lead to appearance of a new movement that is what is called as dyskinesia. Dyskinesia مصطلح عام، بالحقيقة أكو عدة يعني أنواع من هاي الديسكاينيزيا اللي تصيب حسب إصابة الجزء المعين من البيزل جانجليا، واللي هو إحنا هذا مو في صدد دراسته بالأناتومي، لكن يمكن نأخذ فد مثال جدا شائع وهو damage to nigrostriel pathway. إحنا قلنا هذا هو المخطط يمثل the neuronal circuit of the basal ganglia، وقلنا احنا عندنا reciprocal connection ما بين substantia nigra والcaudate and the putamen، قلنا اكو واحد داخل واحد خارج. هذا الباثوي اللي يكون ما بين substantia nigra الى الcaudate nucleus، هذا المهم يكون هو دوبامين بي، واخذناه ايضا بالمحاضرات السابقه. فمن يصير عندي بي دامج هذا التراكت حيؤدي الى الباركنسونز ديزيز، اللي هو يكون characterized by resting tremor characterized by special gait، تصير عنده مشية أو فد يعني مثل ما نشوف فد posture معين وضعية ومشي معين، ومثل ما نشوف هنا shuffling gait وهكذا. بالحقيقة هذا إن شاء الله تأخذوه بالمستقبل، لكن فد مثال على الدمج اللي يصير. هذا نسميه أيضا هذا dyskinesia، يعني اللي يصير عندنا abnormal movements اللي يصير بالvoluntary muscles، وده نشوف أهمية البيزل جانجليا بالكنترول كموتور كنترول، مع العلم ما عندي أني دامج بالسيربرال كورتكس لكن دامج بالبيزل جانجليا، لكن هذا يأثر على البادي موفمنتس والبويستشر والجيت of that person. عندنا موضوع آخر اللي هو بالحقيقة الموضوع الأخير
اللي حناخذه في النيورو اناتومي وهو الانترنال كبسول. الانترنال كبسول هو وايت ماتر، يعني اكو ديسندينج اسندينج فايبرز موجوده. هذا حنشوف شنو اهميته من خلال متابعتنا للمحاضره. الحقيقه انه اول الانترنال كبسول هو مثل ما نشوفه it is a v-shaped silk it is a v-shaped bundle of white matter، هو عباره عن v-shape، وهذا موجود عندي بالرايت وهذا موجود عندي بالليفت. It has the following parts، يمتلك الاجزاء الاتيه. هذا هو الانترنال كبسول، هذا دا نشوفه الانترنال كبسول. اوكي هو في شيب، يعني ميجر بارت مالته هو في شيب، لكن ايضا باجزاء اخرى سنشوفها. هو عباره عن تراكتس ديسندينج اسندينج، يعني سنسوري وموتور فايبرز. شنو اجزاءه؟ اولا عندنا الانتيريور لم، هذا هو الانتيريور لم، هذا هو الانتيريور لم الذراع الامامي. ثم عندنا الجينو اور ذا باند، المنطقه اللي هي المفصليه او الانحناء مالته، اوكي اللي هي مثل بدنا نشوفها الانحناء مالته دايركتد، مثل بدنا نشوفها هاي دايركتد ميديالي. اوكي الباند مالته او الجينو الانحناء وين دايركتد، وين التب مالتها؟ ميديالي. اوكي هاي هي هنا ب هنا بالكارديولوجي، هنا نلاحظ هذا الانترنال كبسول، هذا الانتيريور لم، هذا البوستيريور لم، هذا الجينو او الباند اللي يكون بيندينج مالته باتجاه الميديال او الميد لاين. اوكي هذا هو الميد لاين، هذا ايضا الانترنال كبسول الاخر. السكند او الاذر بارت هو نسميه بالبوستيريور لم، هذا هو البوستيريور لم. طبعا هذا دا نشوفه البوستيريور لم هنا اللي هو هذا نفس البوستيريور لم. الاذر بارت بالحقيقه اذا قلنا هذا الفي شيب الاساسي، لكن عندي بعد اخرى اجزاء اخرى من الانترنال كبسول يجوز ما كل شيء منتبهين احنا عليها. هي عندنا هذا دا نشوفه التراكت او الفايبرز اللي يكون دا تلاحظوه هو ريترو نسميه لنتيفورم. شو اسمه؟ اسمه ريترو لنتيفورم. شنو معنى ريترو؟ ريترو معناه posterior or behind، يعني يكون behind the or posterior المن لنتيفورم نيوكليس اللي اخذناها لنتيفورم اللي هي globus pallidus and the putamen. هاي هي globus pallidus وهذا البيوتامين، فيكون خلف الglobus pallidus هذا posterior part، فاذا خلف خلف اللنتيفورم نيوكليس عندي تراكت. اوكي هذا الجزء منه، هذا الجزء هو نسميه الاوبتيك راديشن اللي هسه نشوفه واضح، اللي يجينا من اللاترال جينيكوليت بادي اوف ذا ثانامس يروح باتجاه الفيجوال كورتكس نسميه اوبتيك راديشن. واضح هذا هو جزء من الانترنال كبسول يكون موجود خلف اللنتيفورم نيوكليس، يعني ما موجود بالفي شيب هنا سواء الانتيير او بوستيير لمس او الجينو او نسميها البندنج او البند. هذا الجزء اسمه ريترو لنتيفورم، يكون خلف مثل ما نشوف اللنتيفورم النيوكليس اللي يطلع من اللاترال جينيكوليت بودي ويتجه الى الفيجوال كورتكس نسميه بالاوبتيك راديشن. اما الجزء الاخر اللي هو باللون البنفسجي مثل ما نلاحظه يكون هذا اسفل، اوكي فنسميه سبلنتيفورم بارت اوف ذا انترنال كبسول. واضح يكون ده تلاحظوا اسفل ال اللنتيفورم نيوكليس، هذا جزء من الانترنال كبسول، ويكون هذا مين جاي من الميديال جينيكوليت بودي اوف ذا ثالامس، ميديال جينيكوليت بودي اوف ذا ثالامس ليتجه باتجاه الاوديتري كورتكس، اوديتري كورتكس فنسميه بالاكوستيك راديشن. اوكي اكوستيك راديشن هذا وين موجود؟ موجود عندنا بالسبلنتيفورم بارت اوف ذا انترنال كبسول. اوكي فصارت اذا الانترنال كبسول مؤلفه من 5 اجزاء، الانتيريور لم، الجينو اور الباند، دي بوستيريور لم، دي ريترو لنتيفورم بارت اند دي سب لنتيفورم بارت، خلف اللنتيفورم واسفل اللنتيفورم مثل ما نشوفها. الانترنال كبسول اللي هو الفي شيب الى في البوزيشن انه الانتيريور لم سيتويتد between the caudate nucleus، هذا مثل ما نشوفه اللي هو بالحقيقة ال head of the caudate nucleus اللي يكون هنا موجود medially إلها. اوكي medially طبعا هذا الجزء طبعا هو الميديال وهذا الجزء هو اللاترال، وموجود أيضا منه laterally إلها الانتيريور لم منه medially caudate أو ال head of the caudate nucleus، ولاترالي هو اللنتيفورم نيوكليس.
أما البوستيرير لم فيكون عندي الثلمس هو اللي يكون ميديالي ولاترالي أيضا اللنتيفورم نيوكليس. واضح؟ وبالحقيقة يعني هذا الجينو اللي هو البند اللي يكون قلنا دايركتد باتجاه الميدلاين. هذا أيضا نلاحظ أنه هذا هو الانترنال كبسول اللي موجود عندنا. نلاحظ أنه الفايبرز مال الانترنال كبسول هذا اللي نشوفها انتر ديجيتيت أي تتقاطع وتتشابك مع الفايبرز of the corpus callosum. يعني تلاحظون هاي الفايبرز of the corpus callosum هاي باللون الأخضر تتقاطع مع الفايبرز اللي هي باللون البنفسجي نوعا ما مع الفايبرز of the internal capsule. واضح؟ تتقاطع معه. وهسا هنشوفها بالسلايد القادم إن شاء الله. هذا طبعا نرجع نقول هذا الفيجر اللي موجود هذا هو الإنسولا، هذا الكلوسترام، هذا البيوتامين اللي هو دارك، هذا جلوبوس باليدس اللي هي بيها تو بارتس الانر والانترنال والاكسترنال اللي هي مال جلوبوس باليدس اللي هي تكون بيل. وهذا هو اللاترال مدلري لامينا، هذا الانترنال مدلري لامينا، هذا هو الاكسترنال كبسول، هذا هو الاكستريم كبسول اللي موجود عندنا، هذا الهيد اوف ذا كوديت نيوكليس مثل ما نشوفه، هذا هو التيل اوف ذا كوديت نيوكليس، هاي هو الثلمس اللي موجود عندنا. وهكذا هاي ايضا نشوفها بالاشعة هنا ونلاحظ هذا هو الانترنال كبسول بتفاصيله. ننتقل الى يعني معلومة اخرى قلنا متعلقة بالانترنال كبسول، وقلنا هي انه وجود انترديجيتيشنز ما بين الفايبرز اوف ذا كوربس كالوزم والفايبرز اوف ذا انترنال كبسول. نلاحظ انه الانترنال كبسول سوبيريرلي will fan out to form the corona radiata. نلاحظ انه هاي الفايبرز مال الانترنال كبسول هي تشبه يعني التاج المشع، كورونا تاج رادياتا مشع تشبه الكورونا رادياتا اللي هو التاج المشع of the internal capsule. إذن هذا هو الانترنال كبسول، هاي هي الفايبرز اللي موجودة عندنا of internal capsule نسميها كورونا رادياتا اللي هي interdigitate with the fibers of the corpus callosum. هذا هو إذن هذا هو الانترنال كبسول ده نشوفه إنه يسميها بالكورونا رادياتا interdigitate with the fibers of the corpus callosum. هذا هو الكوديت نيوكليس اللي هو الهيد، وهذا هو الثلمس، هذا الجزء هو اللي نشوفه هو الميديال، وهذا هو اللنتيفورم نيوكليس اللي هو بالجزء اللاترال، هذا هو الجلوبوس باليدس هاي البيوتامين، هذا هو الانترنال كبسول، هذا هو اللي نشوفه الانتيريور لم، هذا هو الجينو اور البند، هذا هو البوستيريور لم، هذا اللي نشوفه هو الاجزاء الاخرى من الانترنال كبسول اللي هو قلنا الريترو لنتيفورم اللي يكون posterior للنتيفورم النيوكليس سميناه بالoptic radiation اللي يكون من يطلع من اللاترال جينيكوليت بودي اوف ذا ثلمس باتجاه الفيجوال كورتكس. والجزء الاخر او الخامس من من الانترنال كبسول هو عباره عن السبلنتيفورم اسفل اللنتيفورم النيوكليس اللي نسميه بالacoustic او الauditory radiation اللي يكون يطلع من الميديال جينيكوليت بودي اوف ذا ثلمس باتجاه الأوديتري كورتكس ونسميه بالأوديتري or the acoustic radiation. كذلك هذا المخطط أيضا يمثل لي الانترنال كبسول، هذا هو الانتيريور لم، هذا هو الجينو or البيندينج، هذا هو البوستيريور لم اللي موجود عندنا، ها هي النيوكلياي of the thalami of the thalamus اللي هي مرتبطة بالريترولنتيفورم and سبلنتيفورم fibers or parts of the internal capsule لشكل الoptic radiation والauditory radiation. وهذا هو البيوتامين and the globus pallidus اللي نسميها باللنتيفورم نيوكليس، هذا هو الثلمس، وهذا هو الميدلاين هنا بهالمكان هذا. بالحقيقة الانترنال كبسول هو احنا قلنا هي عبارة عن fibers اللي هو سواء كانت descending او ascending. حناخذ هاي الفايبرز، وإذا حناخذ الـ contents of the internal capsule أو يعني شي يحتوي الـ anterior، شي يحتوي الـ genome أو الـ band، شي يحتوي الـ posterior، شي يحتوي الـ sublentiform، شي يحتوي الـ retrolentiform،
ولو احنا اخذنا السبلنتيفورم هو عباره عن الاوديتوري راديشن والريترولنتيفورم هو عباره عن الاوبتيك راديشن، لكن خلينا نتعرف اكثر على تفاصيل الانترنال كبسول. اذا الكونتنتس او ما اسميه بالتايبس اوف ذا فايبرز اوف ذا انترنال كبسول. طبعا احنا قلنا الثنمس هو يمثل الريلي اوف ذا فايبرز اللي موجوده، وموضوع انه السنسيشن سواء كان السبيشال سنس او سواء كان الجنرال سنسيشن حيتخذ من الثلمس فد ريلي محطه قبل ما يكون نهايته تكون الى السيربرال كورتكس. فعندنا الثلمك راديشن او ما نسميه بالثلمو كورتيكال فايبرز، يعني الفايبرز اللي حتكون تطلع من الثلمس وتذهب باتجاه السيربرال كورتكس باتجاه خلينا نقول السنسري سواء كان سبيشال سنس كورتكس او سواء كان الجنرال سنسري كورتكس اللي سميناه بالبرايمري سوماتو سنسري اريا. عندنا اولا او اي هي الانتيريور ثلمك راديشن فايبرز ذات فاوند ان ذا انتيريور لم اوف ذا انترنال كبسول. اوكي هاي موجوده عندنا الانتيريور ثلمك. ايضا عندي شيء اسمه سوبير ثلمك راديشن موجوده هذا بالبوستيريور لم اوف ذا انترنال كبسول. عندنا البوستيريور ثلمك راديشن مثل ما احنا اخذناها اللي موجوده بالريترو لنتيفورم، ها هي ريترو لنتيفورم بارت اوف ذا انترنال كبسول اللي قلنا كونكتنج ذا لاترال جينيكوليت بودي تو ذا فيجوال كورتكس، وهذا اسميه بالبوستيريور ثلمك راديشن او اسميه ايضا ذا اوبتيك راديشن. الدي النقطة الخامسة اللي قلنا عليها هي الانفيريور ثلمك راديشن اللي موجودة lies in the sublentiform part of the internal capsule and connects the medial geniculate body of the thalamus to the auditory cortex. This is called the inferior thalamic radiation or called also auditory or acoustic radiation. طبعا حقيقة يعني المهم هو القادم هو الكورتيكو. عندنا هنا نلاحظ ايضا انه الاذر فايبرز اللي فاوند within the internal capsule عندي كورتيكو بونتاين فايبرز اللي هي present in the anterior limb وموجودة ايضا بالجينو and the posterior limb، هاي كورتيكو بونتاين فايبرز. المهم هو بالحقيقة النقطة الثالثة والنقطة الرابعة، هاي عندي جدا مهمة ككونتنت وكتايب اوف ذا فايبرز موجود بالانترنال كبسول، هي النقطة الثالثة والرابعة. شن هي؟ هي عندي الكورتيكو نيوكليير فايبرز واللي اسميها ايضا بالكورتيكو بالبر فايبرز، وكورتيكو نيوكليير هي التسمية الاحدث والاصح اللي قلنا تأتي الفايبرز من السيربرال كورتكس من الموتور سيربرال كورتكس البرايمري موتور سيربرال كورتكس اللي هو بالبري سنترال جايروس، وتذهب هاي الفايبرز الى النيوكلياي اوف ذا كرانيال نيرفز وذين ذا برين ستيم، يعني ميد برين بونز ميد لوب لانكاتا تسيطر على الكرانيال نيرفز ال12 اللي موجوده النيوكلياي مالتها بالبرين ستيم. زين سميناها كورتيكو نيوكليير او اسميها ايضا كورتيكو بالبر فايبرز، بس قلنا كورتيكو نيوكليير هي التسميه الاحدث والاصح. وين موجوده هاي الفايبرز اللي تنقل الاوامر من السيربرال كورتكس موتور سيربرال كورتكس البرايمري موتور سيربرال كورتكس الى النيوكلياي اوف ذا كرانيال نيرفز؟ وين موجوده؟ موجوده بالجينو اوف ذا انترنال كبسول. يعني اذا تلاحظون انه هيد ونيك خلينا نقول وفيس موجود فقط بالجينو، يعني نلاحظ الجينو يحتوي على الكورتيكو نيوكليير فايبرز وايضا جزء بسيط من البوستيريور لم يحتوي عليها، لكنه مينلي هي وين موجوده بالجينو، يعني خلينا نقول السيطره على كل الهيد ونيك على الكرانيال نيرفز تفوت بنقطه صغيره جدا، يعني هاي الفايبرز اللي تسيطر على الهيد ونيك من خلال سيطرتها على ال 12 كرانيال نيرفز تفوت بهاي المنطقه فقط وهي منطقه صغيره جدا. نركز ونعيد، شوفوا ها هي المنطقه اللي تسيطر على
خلينا نقول الهيد ونيك، واضح؟ منطقة صغيرة جدا. هاي الفايبرز ده تفوت في هاي المنطقة الصغيرة اللي هي البيند أوريجينو. الكورتيكوسباينال فايبرز اللي هي تأتي من الموتور أو من البرايمري موتور أريا اللي قلنا عليه نفسه هو موتور برايمري أريا اللي هي البري سنترال جايروس أوف ذي سيريبرال هيمسفير، وتسيطر على الانتيريور هورنز أوف ذي سباينال كورد، وبالتالي تسيطر على الموتور فايبرز أوف ذي سباينال نيرفز اللي هي تتمثل بالبريكال بلكسز، لامبر بلكسز، ساكرال بلكسز، الانتركوستال نيرفز. هاي كلها عندي هي سباينال نيرفز، فسيطر عليها الكورتيكو سباينال فايبرز اللي هي كونكت ذا سيريبرال كورتكس تو ذا موتور نيوكلياي اوف ذا بالانتيريور هورن يعني اوف ذا سباينال كورد. Also this fibers found in the posterior limb of the internal capsule. لتلاحظ هذا هو البوستيرلم، انه هاي الفايبرز اللي حتسيطر على كل البادي يعني الترانك اند ابر لم اند لور لم. وين موجوده هاي؟ ايضا في منطقه صغيره نوعا ما هو البوستيرير لم. اذا عندي الجينو والبوستيرير لم ده يسيطر على البادي كله، هذا يسيطر على هيد ونيك، وهذا يسيطر على الابر ولور والترانك، upper limb, lower limb and trunk. فإذا أي مشكلة تحدث في هالمنطقة الصغيرة هتضرب الأسلاك اللي تنقل المعلومات من السيريبرال كورتكس إلى مراكز الكرينيال نيرفز أو مراكز السباينال نيرفز اللي موجودة، وبالتالي حيصير عندي مشكلة اللي هي قد تؤدي إلى spastic paralysis لا سمح الله، وإلى قد حتى قد تؤدي إلى مشكلة أكثر أو أكبر. فإذا أنه هاي المشكلة شو وقت نلاحظها؟ من يصير عندي intracerebral hemorrhage. هنا نرجع نلاحظ هذا هو الانترنال كابسول اللي هو الانتيريور لم. تلاحظون الانتيريور لم ما إلى فد تمثيل للبادي مثل ما يعني الكورتيكو نيوكليير والكورتيكو سباينال فايبرز اللي قلنا عليها هي دا تكون موجودة بالجينو أو البيند، ودا تكون موجودة بالبوستيريور لم. فدا تلاحظ انه الفيس والنيك موجود في منطقة الجينو يعني اللي يسيطر هاي على الكرانيال نيرفز يسيطر على الهيد ونيك، واضح؟ فهنا موجودة. ثم تليها الأبر اللي هي الكورتيكو سباينال، ثم تليها الترانك بالتسلسل، ثم لتلاحظون تليها بعدها اللور لم. فلتلاحظ انه كل البادي الهيد نيك ابر لم ثم ترانك ثم لور لم موجود بهالمنطقة الصغيرة هاي الفايبرز مات اللي هي تنقل سيطرة السيريبرال كورتكس على النيوكلياي مال الكرانيال نيرفز والنيوكلياي اوف ذا سباينال نيرفز. اني انتراكرانيال هيموريج اي سي في اي سواء كان نزف او سواء كانت مشكلة اخرى ضربت هاي المنطقة ادت الى لا سمح الله spastic paralysis، وبالتالي تصير عندنا المشكلة وقد تحدث مشكلة اكبر، واضح؟ فاذا نشوف انه the somatotopic presentation or the somatotopic organization or arrangement of the corticonuclear and corticospinal fibers in the geno and posterior limb of the internal capsule is as follow. بالبداية عندي طبعا from above to downward عندي head, neck, upper limb, trunk and the lower limb مثل ما نشوف هذا head and neck ثم upper ثم trunk بالتسلسل ثم lower limb. فأني دامج أي مشكلة هنا خاصة intracerebral hemorrhage حيؤدي إلى إحداث مشكلة. نلاحظ هذا مثل يعني نرجع نذكر أنه أنا عندي البلس سبلاي اللي موجود هنا، هذا هو البيوتامين، هذا هو العفو، هذا هو اللي عندي هنا الانترنال كبسول موجود، هذا سواء كانت البيزل جانجليا حتى هنا موجوده والانترنال كبسول. نلاحظ انه هذول الارتريز وتتذكرون اخذنا سنترال ارتريز اوف ذا سيركل اوف فولس، وقلنا سنترال ارتريز اوف ذا سيركل اوف فولس باس تو انسايد the cerebral hemisphere من خلال through the anterior and posterior perforated substance، فتبدي تغذي
مثل ما نشوف هذا الانتيرير سيربرال ميدل سيربرال ميدل سيربرال ديب برانشز، عندنا الانتيرير كورويدال بوستيرير سيربرال، حيغذي الانسايد من خلال السنترال برانشز اوف ذا سيركل اوف ويلس، ويغذي الانسايد اوف ذا سيربرال هيمسفير من ضمنها الانترنال كبسول. فيصير عندي دامج سواء كان سبب بليدنج او اذر دامج اور ليجن، حيؤدي الى انتربشن للبلس سبلاي للانترنال كبسول خاصه الى البوستيرير ليم اند جينو، ويؤدي مثل ما نشوف يعني الى مشكله حدوثها اللي هي نسميها بالباراليسز او سباستيك باراليسز اللي تحدث من عندي هاي المنطقه تصاب اللي هي منطقه الانترنال كبسول اللي تفوت بها الكورتيكو سباينال اند كورتيكو نيوكليير فايبرز. So any intracerebral hemorrhage that occur in the geno and posterior limb of the internal capsule, وهي منطقة صغيرة هاي الجينو والانترنال كبسول اللي تفوت بها كل حزم الفايبرز يسيطر على البدي والهيد ونيك، واضح؟ will lead to gradual paralysis، حيؤدي يعني بالبداية من يصير مثلا نزف بالجينو حيصير عندنا هيد ونيك يصير بي paralysis، ثم النزف ينتقل الى البوستيرير لم حيصير عندي paralysis بالأبر ثم paralysis بالترانك ثم paralysis باللور. يعني يصير عندي bleeding هنا ثم البليدنج دا ينتشر يتوسع، واضح؟ حيصير عندي gradual paralysis. بالبداية من يصير هنا bleeding يعني بالجينو او البند حيصير عندي paralysis بالهيد ونيك، وانتقل البليدنج الى البوستيرير حينتقل حسب الفايبرز اللي موجوده هنا عندي، قلنا عليها سوماتوتوبيك اورجنايزيشن او بريزنتيشن او ارينجمنت مع الفايبرز بالبوستيرير لم وبالجينو. بالتدريج حيصير عندي بالبدايه بعد الجينو الهيد ونيك، حيتاثر عندي الابر، واذا استمر النزف والضرب حيتضرب لي التراكت اللي مسيطره على الترانك موفمنت، ومن ثم اخيرا الفايبرز اذا انضربت بهالمكان حتنضرب عندي الفايبرز اللي هي control movement of the lower limb. فإذا صار عندي gradual paralysis مثل ما لاحظة و of the طبعا gradual paralysis of the contralateral part، مثل ما نعرف انه هي control the contralateral part of the body starting the paralysis from the head, neck, then the upper limb, then the trunk, then the lower limb حسب التسلسل اللي قلناه مال somatotopic presentation. This gradual paralysis will occur rapidly، طبعا هذا نتيجة النزف، النزف سريع، فنشوف انه الparalysis يحدث بشكل سريع، هذا gradual paralysis يحدث بشكل سريع because this part of the ليش يحدث بشكل سريع؟ لانه هذا البارت مال internal capsule contain اللي يحتوي على الكورتيكو نيوكليير كورتيكو سباينال از ريلاتيفلي سمول، منطقة صغيرة، ولذلك يصير عندي bleeding بسيط قد يؤدي إلى damage كبير. bleeding بسيط يؤدي إلى damage كبير. And thus any hemorrhage in this small area will lead to large effect because of the presence of the fibers of the whole contralateral half of the body in this small area of the internal capsule. أتمنى إن شاء الله تكون محاضرة واضحة وإن شاء الله قيمة بالمعلومات. أتمنى لكم الموفقية.